دكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير يا فندم. أيوة فندم، أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. أهلا بحضرتك، أهلا بيك دكتور ضياء. يعني مسألة النهاردة دكتور مصطفى اتكلم في حاجات مهمة جدا، اتكلم عن أعباء الديون، واتكلم عن ندرة المياه، واتكلم عن الخطوات اللي مصر بتعملها في تطور المناخ ومكافحة تغيراته، اتكلم عن أهمية أن تدرك القوى العظمى وجوب استثمارها وفي التنمية في الدول النامية اللي من ضمنها مصر. يعني أحب أعرف يعني رأي حضرتك على الإطلالة السريعة للكلمة عموما للدكتور مصطفى مدبولي وأهم ما لمسته. يعني هو الحقيقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان يتحدث وكأنه نيابة عن كل الاقتصادات الناشئة والدول النامية، كان يتحدث بعدل وبمنطق، وهي كلمة مصر الكبيرة، مصر التي دفعت أثمانا كثيرة حتى تحافظ على التنمية وتحافظ على القضايا الأساسية للدول. ومسألة أعباء الديون كما تطرق إليها الدكتور مصطفى مدبولي هي مسألة فعلا عبء شديد على الاقتصادات الناشئة. فكانت مصر وجودها اليوم في هذا المنتدى وأمس وغدا هو أمر هام حتى يصل صوتنا إلى العالم، وأن يكون هناك تعاون ثلاثي صيني مصري أفريقي لصالح الشعوب، لصالح التنمية، من أجل الأمن والسلام، التجارة العالمية. وهذا المنتدى الحقيقة يركز تماما على التحديث الصناعي، على الزراعة، على الاقتصاد الأخضر ومستقبل الإنسانية في ظل تحديات تغير مناخ ضخمة. فكانت كلمة فعلا بما انها موجزة ولكنها كانت عميقة، وكانها بلورت دكتور مصطفى مدبولي بلور فيها مشاكل قارة افريقيا بالكامل والاقتصادات الناشئة بالكامل. خليني اسأل حضرتك عن المبادرات العشر اللي اعلنها تشي جين بينج النهاردة في افتتاح القمة الصينية الافريقية. الحقيقة الرئيس تشي جين بينج من يتتبع فكره ورؤيته نجد ان هو يتصل في نفس الطريق، هو يسير في نفس الطريق. فلسفته بغض النظر عن المبادرات العشر، لان هذه ليست المبادرات الاولى، ولكن هو اعلن اليوم، انما فلسفته فلسفه واحده، وهي فلسفه للصين الجديده، الحزب الشيوعي الجديد، وهو علاقه المصير المشترك وعلاقه التنميه للجميع وعلاقة أن تكون الدول تعمل لصالح الشعوب والتنمية دون تدخل في سيادة الدول الأخرى. هو يسير بنفس الاتجاه. ولو تلاحظ حضرتك المبادرات التي أطلقها اليوم والمبادرات السابقة تسير في نفس الاتجاه، مبادرة الحزام والطريق، مبادرة الأمن والسلم العالمي، والآن يتعامل مع أفريقيا بحكمة، ويريد أن يصنع واقعا جديدا وأن يصنع مستقبلا جديدا. والصين بالفعل الآن تتاجر مع أفريقيا عام 2023 ب 282 مليار دولار، حجم التجارة رهيب ورائع، في حين أنها كانت سنة 2003 نتحدث أو 2004 نتحدث عن 50 مليار دولار. الصين مهتمة بأفريقيا، المبادرات هي نفس التوجه الجديد، لدينا 54 دولة أفريقية موجودة بقوة وزعماء يريدون فعلا بإرادة سياسية التعاون مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والصين جادة في هذا التعاون. ويلفت النظر أن الصين وضعت خططا في هذا المنتدى ل 2025 26 27، أي أنه وضع خطط قابلة للتنفيذ على المدى القريب وخطط استراتيجية على المدى البعيد. أشكرك جدا دكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية في المجلس المصري للشؤون الخارجية. الحقيقة أنه من أهم ما أطلق على لسان تشي جين بينج النهاردة هو التعهد بتوفير 51 مليار دولار تمويل جديد لأفريقيا من الصين للتنمية. طبعا ده حاجة مهمة وكبيرة ورائعة.